السلام عليكم. اليوم نروح الولاية على الأغواط لنعرفكم عن هذا المشروع الجديد الذي تم افتتاحه هذا الأسبوع في ولاية الأغواط في المنطقة الصناعية تاع بوشاكر. إذن وهذا المشروع هذا تاع إنتاج المواد البناء باستعمال آخر طراز تاع المعدات الإنتاج هذه اللي يعني تستعمل الطريقة أوتوماتيكية وكما قلنا معدات عصرية جدا فيه عملية تحكم بطريقة ديجيتال يعني باللمس يتم التحكم في وسائل الإنتاج بهذا يعني المركب الجديد. إذن هنيئا لولاية الأغواط بهذا الاستثمار الجديد في إنتاج مواد البناء بهذه الطريقة العصرية. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.